مش لوحدك. أعزائنا المشاهدين مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. حلقتنا النهاردة قول تهمنا كلنا، طبعا مع قعدة البيت، في كتير منا قاعدين في البيت دلوقتي ما بيشتغلوش، الواحد بيأكل أكتر، ما فيش حركة، طبعا الواحد بيبتدي يسمن، وطبعا مع السمنة بتيجي بقى أعراض تانية كتير أو أمراض تانية كتير زي ضغط بيعلى، السكر، الكوليسترول، يعني مشاكل طبعا كلنا بنعدي بيها. هنتكلم طبعا على خطورة طبعا الضغط العالي في الجسم والسكر والكوليسترول والسمنة، هنتكلم على الخطورة دي كلها النهاردة، وهنتكلم طبعا الأعراض بتاعتها وإيه العلاج. احب ارحب معايا في الاستوديو، منورني بالدكتور نبيل خليل ممارس عام. اهلا وسهلا دكتور نبيل، وبحب ارحب بيك في برنامج مش لوحدك. ماي بليجر. ثانك يو دكتور نبيل. طبعا زي ما قلت في الاول، الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في ناس كتيره ما بتشتغلش، قاعده في البيت، قاعده بالاولاد، وطبعا بيبقى فيه ستريس، وطبعا مع الستريس بيجي اكل اكتر وما فيش حركه، فبتيجي بقى طبعا معها امراض تانية كتير، الضغط بيعلى، الكوليسترول، يعني في مشاكل بتيجي معها كتير. بس نعرف الاول السمنه، يعني ايه هي السمنه، يعني بتيجي ازاي او اوكي نحدد الاول ايه السمنه. السمنه بنحددها بحاجه اسمها البي ام اي، البادي ماس اندكس، دي بنحسبها بمعادله بين الوزن الجسم والطول. لو البي ام اي دي بين 18.5 اللي هي 18.5 and less than 25 that's a normal range. أقل من 18.5 that's دي نحافة. Between 25 and less than 30 دي اسمها زيادة وزن. من 30 ل 40 أقل من 40% دي اسمها obesity اللي هي السمنة. أكتر من 40% دي اسمها الموربيد obesity أو اللي هي السمنة المرضية أو السيفير obesity اللي هي السمنة الجامدة يعني. فهم دي ازاي بنعرفها؟ طب انا اعرف يعني النمر دي ازاي، يعني هل في النمر مثلا ايه بتحسبها ازاي يعني عشان اعرف؟ ليتس سي ان في واحد وزنه 150 باوند وطوله 5'5 اللي هي 65 انش، هنضرب ال 150 اللي هي الوزن في 703 ونقسمها على مربع الطول، اللي هو هنقسمها على الطول والناتج اللي يطلع منها نقسمه على الطول تاني، يعني 150 مضروبين في 703 على 65 على 65 تاني طلع لنا البي ام اي. ده يقول لنا ايه بقى يعني على الشخص؟ ده يقول لنا اذا كان الواحد نحيف او في النورمال رينج او في الوزن زياده او في او عنده سمنه زياده. ومن هنا بقى الواحد مثلا بيعمل دايت ويشوف مثلا المفروض يخس قد ايه، او الدكتور يقول لي مثلا فاضل لك 20 باوند 30 باوند 10 باوند. ما هي, هي اسباب السمنه الوراثه دي اهم حاجه، عدم والاكل لما الواحد بياكل على كيفه ما بياخدش باله في الاكل، وعايش حياه خامله ما بيعملش اكسرسايز، وفي حاجات في يعني امراض ساعات بتعملها بس دي حاجات نادره، لو الغده الدرقيه مش شغاله زي ما هي المفروض تشتغل. بس دي حالات نادره، مش معظم الناس يعني اللي عندهم سمنه عندهم. ودي طبعا الواحد بيعرفها لما بيعمل بلاد تيست، بيقدر يعرف اذا كان الغدد فيها مشكله بطيئه او اوفر اكتيف او سريع. اوكي طيب دي الاسباب بتاعت السمنه. طيب اخطار السمنه ايه بقى؟ اول حاجه ممكن تعمل هارت فيلير، يعني فشل القلب، لان القلب ده عضله، اهم عضله في القلب واقوى عضله في القلب، ده بيضرب حوالي 60 ل 90 ضربه في الدقيقه، في 60 دقيقة في الساعة، في 24 ساعة في اليوم، في ما اعرفش بقى كم مرة في الساعة في السنة، والواحد بيعيش 80 ل 90 سنة، فالشخص اللي هيعيش النورمال اللي قلبه بيضرب كويس هيعيش كويس ما فيهاش بروبلمز. السمنة بتحط بريشر على القلب عشان يزق دم أكتر، فدي بالوقت ممكن تعمل هارت فيلير. اي السمنه قد ايه يعني؟ يعني مثلا واحد زياده 50 باوند مثلا غير واحد مثلا 20 باوند؟ كله يعني على حسب نسبه وتناسب. الزياده 10 باوند زي ال 20 زي ال 50 زي ال 100. كل ما الوزن بيزيد كل ما بيحط ستريس على القلب اكتر. كمان بتعمل الروماتيزم، بتزود الروماتيزم او بتجيب روماتيزم المفاصل، روماتيزم الركب، روماتيزم الظهر.
بتعمل بتساعد في الهارت اتاك، ان الواحد يجيله هارت اتاك، بتساعد ان الواحد يجيله هارت ستروك، بتساعد في انواع معينه من الكانسر زي البريست كانسر والكولون كانسر. فدي حاجات خطيره طبعا، الواحد لازم ياخد باله منها، لازم يبقى على دايت واكسرسايز. طيب دلوقتي يعني اكسرسايز ايه؟ يعني في ناس بيحبوا يروحوا الجيم، يعني بيقدروا يروحوا هناك، وفي ناس ما بتقدرش، في ناس مثلا الجيم ده بيعتبر برضو يعني اكسبنس عليهم وغالي شويه، وصحيا ما بيقدروش يعملوا الجيم او الكارديو، يعني الحاجات الجامده يعني المشينز والحاجات دي. كل واحد على قد مقدرته، يعني اللي بيقدر يجري ذاتس فاين، اللي ما يقدرش يجري يمشي بسرعه، اللي ما يقدرش يمشي بسرعه يمشي على قده، اللي ما يقدرش اللي ما بيعملش حاجات دي بيعوم كويس، فأي نوع من الاكسرسايز كويس. بس المهم يبقى في اكسرسايز وفي دايت. اي ماشي مثلا، يعني الماشي از اوكي، بس لو قدر يعمل حاجه اكتر، كل ما عمل حاجه اكتر كل ما بيبقى نتيجتها احسن. طيب بقول لك، واحد بيقول لك مثلا انا بمشي كل يوم نص ساعه وبعمل واخد بالي من الاكل لكن ما بخسش وزني زي ما هو، طب اعمل ايه؟ الوزن قد ايه؟ لو هو البي ام اي بتاعه اكتر من 40% ممكن نبعته لدكتور جراح بتاع البرياتريك سيرجري اللي هي العمليات الباي باس، ويشوف اذا كان هو ينفع ولا لا. ايه الجاستريك باي باس؟ يعني اللي هو باي باس يعني بيعدي حته من المعده. فعلى حسب ما هو، على حسب نوع العمليه، على حسب ما هو ينفع، يشوف ايه الاخصائي بيقرر. اذا كان البي ام اي بتاعه اكتر من 40% او اذا كان 35 بس عنده امراض زي عنده السكر او عنده مرض في القلب، ممكن يبقى كانديديت للباي باس سيرجري. طب والجاستريك باي باس دي يعني نجاحها بتبقى قد ايه، او ايه خطورتها كمان برضه لو فيها خطوره؟ يعني فيها خطوره بس كل حاجه بتديبند على شطاره الجراح، عملها كم مره، لازم الواحد اللي هيروح للجراح يساله عملتها كم مره، في مضاعفات معاك ولا لا، ممكن يحصل فيتامين ديفيشنسي، ممكن يحصل اسهال، ممكن يحصل كونستيبيشن، فالحاجات دي لازم كلها بيدسكاست مع الاخصائي. وشوف اذا كان هو كانديديت لها ولا لا، يعملها ولا لا، وفي في في مضاعفات مع الجراح ده ولا لا، يسالوا على المضاعفات اللي بتحصل معاه، عملها كم مره، عملها مرتين ولا عملها 200 مره، لان دي بتفرق في الخبره بتاعته. يعني بيسك العمليه دي مش لكل واحد، يعني لازم ديبينز على كل واحد، كل واحد كل واحد يروح للجراح ويشوف له انه عمليه اللي تتعمل، لان في كذا عمليه ممكن تتعمل، يشوف له انه العمليه الانسب له، وانه عمليه هتعمل له سايد افكتس اقل. طب هل هي معروف العمليه دي مثلا؟ في كتير بيفكروا يعملوا العمليه دي، ان بيقول لك انا بعمل اكسرسايز كل يوم وباخد بالي من الاكل، ما باكلش سكريات وما باكلش حاجات محمره كتير وباخد بالي بس ما بنزلش. هل يعني العمليه دي مثلا ريكومندد، يعني ان الواحد يعملها عشان يس اتس سيف؟ بس اهم حاجه الجراح عملها كم مره، لازم يشوف الجراح عملها كم مره، وايه المضاعفات اللي بتحصل معاه هو مش مع اي حد. الجراح ده العمليه دي هل في سايد افكت مخصوص بالذات بيحصل معاه ولا لا، ويشوف ويقارن. طيب في اي حاجه عايز تقولها على السمنه، عشان عايزين نخش بس على ضغط الدم والحاجات دي؟ طيب برضه انت حضرتك قلت ان طبعا بتعمل مشاكل تانية كتير، السمنه بيعمل مشاكل زي الهارت، ممكن هارت اتاك وحاجات زي كده كتير، والضغط والحاجات. طب نتكلم على الضغط بقى. طب قبل ما اتكلم على الضغط عايز اتكلم على الجسم اللي بيخزن الميه. اوكي، في ناس كتيره جسمهم بيخزن الميه وانا منهم. لو اكلت اي حاجه وانا يعني مش اي حاجه اكلها، مثلا مفيش سكر، ما اكلش سكريات خالص، ما املاح قليله، لكن جسمي بيخزن ميه بطريقه غير طبيعيه، وطبعا في نفخ وببقى تعبانه وحمل ميه جامده عليا. اعمل ايه دلوقتي؟ يعني الاشخاص اللي بيخزنوا ميه دول في جسمهم يعملوا ايه؟ واشكر ربنا عملت تحاليل وكل حاجه، كل حاجه طبيعيه بس كويسه. هو بيبقى ستريس غالبا، بيبقى ستريس. الستريس هو اللي بيعمل كده. لازم الواحد يبعد عن المواقف اللي بتعمل له الستريس. يشوف التلفزيون، يشوف حلقات كوميدي، يشوف حاجات تبسطه، يبعد عن الحاجات اللي تتعبه.
ازاي يعني؟ ازاي يعني الواحد هيبعد عن الستريس؟ ما كل الناس عندها ستريس. ما هو ده اللي يعني ده اللي بيعمل الحكايه دي، هيحاول يقلل الحاجات دي. مفيش حل تاني يعني. هو ده سبب، لازم يقلل يبعد عن الحاجات اللي بتسببها. طيب خلينا بقى في نخش في الـ في الـ في الضغط الدم بقى، ضغط الدم العالي. ايه هو الضغط الدم العالي؟ ضغط الدم الاول هو الدم الضغط اللي الدم بيولده على جدران الشرايين وهو ماشي فيها. الضغط الدم مثلا 130 على 80، 130 دي لما القلب بينقبض وبيزق الدم فبيعلى الضغط في الشريان، اما بينبسط يا ايه لما بينقبض اللي هو بيزق الدم فيها، لما بينبسط اللي هو بيريلاكس يعني ينبسط يعني ايه بقى؟ يعني مش يعني ينبسط يعني بس يعني يريلاكس القلب بيضرب ضربه وبعدين يستنى شويه يرتاح شويه وبعدين يضرب تاني ويرتاح شويه. الوقت اللي بيضرب فيه ده الضغط بيعلى 130. لما القلب بيقف الضغط بينزل شويه يبقى على 80. فهو ده الضغط 130 على 80. ده للمفروض النورمال يعني المفروض انه ما يزيدش عن 130 على 80. ده الستات والرجاله ولا الستات بيبقى اوطى فيها شويه لان الهرمونات بتخليها تبقى اوطى شويه عندهم، ممكن يبقى 90 على 60. ده از اوكي نورمال يعني؟ لو هو الست عندها كده على طول يبقى اتس اوكي. ها اوكي. طيب الاسباب، اسباب الضغط ايه؟ اسباب الضغط العالي يعني. اول حاجه الوراثه. تاني حاجه الاسترس. بعد كده السمنه. السموك. السموك ممكن يعلي الضغط السموك. التدخين. الكوليسترول العالي ممكن يعليه. لان الكوليسترول ده ما بيترسب في الشرايين. القلب لما بينقبض. الشريان الضغط بيعلى فيه بس الشريان مرن. فبيريلاكس الغول بتاعه بيريلاكس فبيخليش الضغط يعلى قوي. لما القلب بينبسط الشريان بيرجع تاني فبينزلش قوي. ممكن اللي عنده تصلب شرايين يبقى الضغط عالي قوي فوق وواطي قوي تحت. لان الشريان فقد الالاستيستي بتاعته. فما بيقدرش لما القلب يضرب ما بيقدرش يتمدد، ولما القلب بينبسط ما بيقدرش يرجع تاني السايز بتاعه. طيب بعد اذنك ناخد الاستاذ عماد ونرجع نكمل مشاكل الضغط العالي. استاذ عماد مساء الخير يا فندم. الو ازيك؟ مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ معلش الصوت بيبعد قوي، ايه تاني سؤال حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالدكتور نبيل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا من متابعي برنامج حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم، ميرسي خالص. بس انا محتاج بس اسال عن حاجه يا فندم. طب تعلي صوتك شويه معلش. انا بكلم حضرتك من مصر. أهلاً عندنا دلوقتي مساء الخير. اهلا بحضرتك. ده الصبح بدري قوي عندكم. احنا عندنا دلوقتي صباح الخير، انتوا عندكم مساء الخير. لا صباح النور يا فندم. صباح الجمال يا فندم. بصي هو انا بس حابب اسال عن جزئيه الكرش عند الرجاله، يعني انا في حد اعرفه وعنده كرش زايده وانا قلت له نشيلها، فهو قال لي انا مش عارف اتصرف ازاي. وكان جاب كذا علاج هنا من مصر وللاسف ما افادوش، يعني ما عملوش اي افاده. انا محتاج حضرتك بس اجابه، يعني هو يعمل ايه، يتصرف ازاي علشان يشيلها مش اكتر، والاكل المناسب للموضوع ده علشان ما يكونش في كرش فيما بعد عند الرجاله، يعني احنا كمصريين انا بكلمك علينا احنا، عشان يشيل عشان الكرش يروح يعني الكرش. يا فندم الكرش عند الرجاله يا فندم. ايه بقى الكرش؟ شكرا. ما فيش غير الدايت والاكسرسايز واللايبوسكشن لو الحاجات دي ما نفعتش. اللايبوسكشن هي عمليات الشفط. عمليات الشفط. هو في اكل معين طيب؟ طبعا لازم الواحد يبقى على دايت معينه، لازم يقلل من الكربوهيدرات النشويات يعني؟ النشويات اللي هي العيش والرز والبطاطس والمكرونه والبيتزا، والحلويات لازم يقللها خالص، الكيك والكاندي والايس كريم والشوكولاته، والدهون اللي هي البورك والهامبرجر والهوت دوجز واللحمه الحمراء والبيض. طب ياكل ايه يعني؟ هو هيبطل الحاجات، ايه اللي يركز في الاكل عليه؟ ياكل اساسا صدور الفراخ.
صدور الرومي يشيل الدهن والجلد منها، السمك البلطي او السيباس او الهلبوت احسن حاجه، السلطه والخضار، ويعمل اكسرسايز على قد ما يقدر. الجري احسن حاجه، لو ما قدرش يبقى المشي السريع او العوم او اي نوع من الاكسرسايز از جود. ده المفروض ينزل الكرش يعني؟ هينزل لو ما نزلش، هي اكتر حته بيتكون الدهن فيها الكرش، واصعب حته الواحد يلوز الدهن فيها الكرش، فهي صعبه. بس لازم الواحد يحاول دايت واكسرسايز، لو ما نفعتش يبقى يشوف بقى اللايبوسكشن، عمليه الشفط. استاذ ايناس ودكتور نبيل، انا سعيد جدا بالتواصل مع برنامجكم، وشكرا جدا ان انتوا بتفيدونا على فكره باستمرار. وبرنامج انت مش لوحدك، ده برنامج جميل جدا، وانا سعيد جدا بمكالمتي ليكم يا فندم. شكرا خالص. ميرسي يا فندم. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. ثانك يو. ربنا مع حضرتك يا فندم. ربنا معاك. مع السلامه. شكرا لحضرتك يا فندم. ثانك يو. معانا الاستاذ عصمت. مساء الخير يا فندم. استاذ عصمت. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. السؤال كنت عايز اسال حضرتك او الدكتور، يعني بالنسبه دايما عندي ضغط دايما 172 على 16. 172 على كام؟ على كام يا فندم؟ 172 على 116. 116. يا ده عالي. عالي؟ طبعا لازم يبقى عالي. وهو في نوعين علاج اللي هو امبلوبين ونوع تاني برضه. فباخد واحده الصبح وواحده بالليل. ايوه ادي برضه كيسو. الامودوبين ده كام ملي جرام؟ هقول لسعادتك. 5 ولا 10؟ هقول لسعادتك انا. ده 10. 10؟ والدواء الثاني ايه؟ لزينوبريل ولا للزوتان؟ الدواء الثاني هقول لسعادتك عليه الثاني 5. الثاني ايه الدواء الثاني؟ الدواء هقول لسعادتك عليه تاني لوسترم 100. لوسرتان؟ لا لازم تاخد دواء ثالث معاهم، لان الاثنين مش كفايه. انت بتاخد الجرعه الاقصى حاجه ممكن تاخدنا فيهم. ممكن تجرب تاخد واحده ستوب. هو دكتور انا دايما متابع مع الدكتور. ضغطك لسه عالي. ضغطك لسه عالي. لازم الضغط عالي. تمام. طب انت جهازه بجيسته بلجان 172 على 116. تمام. لا ده عالي قوي. وزنك قد ايه؟ وزني 200 باوند. 203. 200. وطولك قد ايه؟ طول 177 اللي هو تقريبا قد ايه بالانشز؟ يعني حوالي متر و 165 يعني 165 بالنسبه للطول. يعني ما متهيألي ان انت وزنك عالي شويه، المفروض تخس كمان. ده تول هيلب. ما هو ما احنا الوقت ساعتك، احنا الوقت تعديل. انا عارف شغل. عارف ان وقت صعب. عارف ان وقت صعب بس لازم تحاول. العمليه مظبطه معانا، بس الوقت حاليا ان احنا بناكل وقاعدين، ما فيش ولا حرج ولا حاجه. انا عارف، بس لازم تحاول، ولازم اخلي الدكتور بتاعك يزود لك دواء تاني، دواء تالت. ممكن تاخد ثلاث ادويه مع بعض. دواء اسمه هيدروكلوروثيازيد، ده بينزل الميه. انت غالبا عندك ميه في الجسم. فيديلك. دواء اسمه ايه سعادتك؟ هيدروكلوروثيازيد. هيدروكلوروثيازيد مضر للبول. قول له مضر للبول، لان الضغط بتاعك عالي. ما تقدرش تقعد كده على طول، لان ده خطر. ده مالكش تاثير بالنسبه للسكر ولا حاجه؟ ما برضه في سكر. انت يعني عندك سكر؟ في سكر، بس مش عالي لدرجه يعني. سكر كام الهيموجلوبين يعني. A1C عندك؟ نعم. الـ A1C كام؟ 2 ملي جرام. امبلاير. لا الـ 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 A1C بتاع السكر اللي هو اسمه مخزون السكر. لا هو نوع واحد الكدور الدكتور. اللي هو ايه؟ جليبيزايد؟ لا جريمبرون. جلينبرايد يعني ما بحبوش قوي. جلينبرايد. طب ما بيديلكش متفورمين ليه؟ مش عارف. من هو ده انت عارف ساعتك، احنا بنروح عند الدكتور اللي بيكتبه بناخده. يعني اساله اذا كان ممكن تاخد متفورمين. متفورمين؟
الميتفورمين غالبا هيبقى احسن. طيب شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. مدام عفاف، مساء الخير يا مدام عفاف. مدام عفاف، مدام عفاف معانا؟ ايوه استنى موجود حضرتك. مساء الخير يا مدام عفاف، سؤال حضرتك ايه يا حبيبتي؟ استنى. الو مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. اي حبيبي، انا بس حضرتك، انا كان عندي كانسر، بريس كانسر، وعملت العمليه. وبعد كده جسمي زاد، انا اخذت كيماوي، اخذت راديشن، جلسات كلها، وباخد دلوقتي علاج كيماوي اللي هو فور ادفانس 5 سنين وكده، بس الجسم بيزيد بطريقه وحشه. فدي حلها ايه بالظبط؟ بتاخد ايه؟ انا مش هي جالها كانسر واخدت راديشن وكيماوي، وبتقول بتزيد قوي. هل في ميديكيشن انت بتاخديها دلوقتي عليها؟ لا، انا باخد تاماكسفين. التاماكسفين ما اعتقدش انه بيتخن. بتعملي اكسرسايز ودايت؟ هو حتى شغلي اساسا عباره عن، انا ويتر، فشغلي كله يعتبر ماشي كتير، فمش بقعد على حيلي يعني، بس الجسم حاسه ان هو زياده، والدكتور بتاعي بيقول لي دي ميه تحت الجلد. ميه تحت الجلد ده المفروض تاخدي مضاد للبول. طب انا الضغط واطي بتاعي على طول، انا نورمال الضغط على طول واطي. اللي هو كام؟ هل ده طبيعي ان انا اخد حاجه زي كده؟ اللي هو كام؟ اللي هو دايما بيبقى حوالي 80 على 60، ساعات 75 كمان. لا 80 لا تواطي، بس ما باخدش علاج للضغط الواطي ده خالص. ما فيش علاج للضغط الواطي، وما تقدريش تاخدي حاجه عشان الميه لانها تنزله. ما اعرفش ايه اللي ممكن تعمليه. دايت، ما فيش غير دايت واكسرسايز. يعني حاولي تقللي شويه من الاكل، الحاجات النشويات والدهون، وحاولي تعملي اكسرسايز. ما هي بتقول ايه؟ هي بتقول النهار ماشيه، يا تحاول تعمل حاجه يعني، مثلا ماشين، عوم، تمشي بسرعه شويه. طب ممكن برضه من كتر المشي والوقفه دي كتير، ما بتخزن ميه برضه من الشغل نفسه. ممكن تحاول تقعد في منس كل ساعه لو تقدر. ربنا معاك. لكن مفيش اي دواء انا اقدر اخده؟ هو ما كانش فيه غير مدرات البول بس، هتنزل لك الضغط. لا، ما انا الضغط رجع يا والضغط واطي عندك. طيب شكرا. بس التماكسفين مش هو السبب يعني، ما اطلبش من الدكتور ان يغير لي التماكسفين از ميديسن فور. لا، ما انا ما اعتقدش انه ممكن يغيره. اوكي، الف شكر يا دكتور، ميرسي. شكرا لك، ربنا يبارك لك. ربنا معاكي، ميرسي فندم. الاستاذ رامي، مساء الخير يا فندم. سام معانا؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. بقول لك حضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا جماعه، بس لو تعالوا لنا الصوت شويه من فضلكم في الاستوديو عشان مش سامعه. اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ مساء الخير يا دكتور. مساء النور. بقول لك انا عندي 32 سنه، وعملت تحليل للكوليسترول من فتره، طلع عندي الكوليسترول الكلي 140، وانا ما عنديش اي حد يعني في تاريخ العيله امراض القلب ولا كوليسترول ولا سكر. يعني انا عندي ابويا وامي لسه عايشين وعنده 70 سنه ما بيشكوش من الحاجات دي. طب الكوليسترول، الكوليسترول عالي عندي كده. كوليسترول 140؟ 144 الكول السيء والكويس. الكوليسترول الكلي 140؟ 144. 144؟ اه. طب ما ده كويس، ده مش عالي. لا، بس الدكتور اداني الدواء اللي الكوليسترول عندك عالي. ده الكوليسترول الباد كوليسترول ولا الكوليسترول الكلي؟ تقريبا الباد كوليسترول. يعني 144 عالي شويه مش قوي. اهم حاجه انك تعمل دايت واكسرسايز، وممكن تاخد الدواء، ما فيهوش حاجه الدواء ممكن تاخده. بتاخد ايه؟ ماشي، بس انا متصل مخصوص عشان اسال على موضوع الدواء ده. هل لو بدات بموضوع
الدواء لازم اخده فور ولا ينفع اوقفه في المستقبل؟ لازم تاخده مده طويله يعني، بس مش 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 ممكن توقفه في اي وقت. لو عمل لك اي بروبلم ممكن توقفه. طب بالنسبه لموضوع السكر، هل ممكن اخد سكر في المستقبل ولا مالكش علاقه بالسكر؟ لا ده مالوش دعوه بالسكر. السكر حاجه والكوليسترول حاجه تانية. انا اقصد لو وزني زاد عن الحدود. الايه؟ لو وزن لو ايه يا فندم؟ لو وزن حضرتك زاد؟ اه. لو الوزن زاد؟ لو عندك استعداد ممكن يجي لك، بس لو ما عندكش استعداد، ما فيش حد في العيله عنده، ما عندكش استعداد، مش هي مش هيجي. شكرا يا دكتور، شكرا كتير. شكرا لحضرتك يا فندم. مين معانا يا جماعه؟ طيب. نكمل ضغط الدم العالي. خطورة الضغط العالي بقى ممكن يعمل ستروك، ممكن يعمل هارت اتاك، يعني ممكن يعمل كيدني فيلير. بس يعني معظم الحالات اللي بشوفها من كيدني فيلير بتبقى من السكر. من السكر؟ من السكر. معظم السكر الحالات ممكن يعمل معظم الحالات من فشل كلوي. الفشل الكلوي معظمه بيكون من السكر. ممكن يعمل الهارت فيلير لان القلب بيزق الدم والبريشر قدامه عالي فمش قادر يزق، ممكن يحصل القلب نفسه يفيل ما يقدرش يزق. طب نعالج بقى الضغط ده ازاي؟ يعني اللي ضغطه عالي ده يتعالج ازاي؟ الاول لازم يبقى على دايت واكسرسايز، اول خطوه. تاني خطوه في ادويه على حسب هاو هاي. لو عالي قوي ممكن ابتدي بدوايين ثلاثه. لو مش عالي قوي قد ايه يعني مثلا؟ يعني لو مثلا 180 على 100 ممكن ابتدي بدوايين ثلاثه. لو مش عالي قوي ممكن ابتدي بدوايين، لو اقل شويه عالي حاجه بسيطه ممكن ابتدي بدواء واحد واشوف. يعني بدل العيان دواء واقول له يجي تاني بعد اسبوعين واشوف هاو ات وركس. لو لسه محتاج بزوده. يعني في الاول الواحد لازم يبتدي بالاكسرسايز والدايت. والاكسرسايز دول اسينشال في اي تريتمنت بتاعت اي مرض. فده الواحد ممكن يبتدي ينزل الضغط. طبعا ممكن ينزل الضغط. ولو الضغط ما بينزلش بالدايت والاكسرسايز بس، اخد طبعا الادويه بقى معاها. نبتدي ناخد دواء او اثنين او ثلاثه على حسب الحاجه. طيب ايناس معانا، مساء الخير يا ايناس. ايناس؟ يس مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. كنت عايزه اسال سؤال للدكتور. اتفضلي. انا ابتدى وزني يزيد بعد سن 45 من غير ما اكل، يعني انا اكل بسيط جدا وما بتعشاش بالليل. فدلوقتي جالي مشاكل في ركبي وفي رجلي، ما بقدرش العب اكسرسايز. في نفس الوقت انا ما بقدرش اكل كتير عشان بيبقى عندي مشاكل في المعده. فايه الحل؟ الوزن بنقول الدايت اذا ما جاب ما بتقول اكلها بسيط جدا وما بتاكلش بالليل، لكن هي حاسه عشان بعد سن 45 طبعا الهرمونات بيقل. الهرمونات عندها نورمال ولا ايه اخبار البيريود ايه؟ از ات ستيل نورمال؟ انا عارف ان بعد سن 45 بتبقى الهرمونات بتبقى تتخن واحده من غير ما تاكل، يعني بتبقى ايه الحل ده؟ الهرمونات بتبقى ايه؟ يعني انا بسمع لما سالت الدكتوره بتاعتي قالت لي دي هرمونات، سالتها ما فيش حل يعني، فقالت لي اكسرسايز. فانا عندي مشاكل في ركبي وفي رجليا. لا لو في مشكله في الهرمونات لازم تشوفي ايه المشكله وتعالجيها. وبعدين هو وزنك قد ايه؟ انا وزني 186. وطولك قد ايه؟ 5.6 انش. 5.5 يعني 5.6. يا يا عندك الوزن عالي شويه. روح شوف الدكتور، يشوف لك دكتور امراض نساء، يشوف الهرمونات اخبارها ايه ومحتاجه ادويه شكلها ايه في الهرمونات. يعني هي دكتورة النساء هي اللي ممكن تعالجني. طبعا دي ده تخصصها. شكرا. العفو. ثانك يو. شكرا يا فندم.
طب ال 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 الضغط، طيب حضرتك قلت ال ال مثلا ال الدايت والاكسرسايز وبرده الادويه هيبتدوا ينزلوا الضغط، وبعد كده بقى يبتدي نقلل بقى لما الضغط، لما لحد ما الضغط يبتدي يتظبط بقى يبقى نورمال. في ساعات بتبقى حاجه، لو في حاجه في الكلى ممكن تعلي الضغط، لو في الشريان بتاع الكلى مسدود ممكن يعلي الضغط، بس دي حالات نادره بس يعني بذكرها عشان جت في سياق الحديث. دايما في التحليل الدم يعني مثلا الواحد يروح للدكتور، لازم تروح لدكتور اخصائي يعمل له تحاليل، يعمل له تيست معينه، اشعه معينه على ال يعني مش اي بلاد تيست الواحد يعمله يبان فيه، لازم الدكتور نفسه يطلبها. طيب المفروض الواحد يقيس الضغط كم مره في اليوم؟ في ناس كتير بيقعدوا يقيسوها مثلا 3-4 مرات في اليوم، امتى الوقت المظبوط الواحد يقيسه وكم مره في اليوم؟ هو لو الضغط عادي مش مفروض، مش محتاج انه يقيسه يعني، هو الدكتور بتاعه هو اللي بيقيسه لما يروح. معظم الناس بيبقى ضغطها عادي ومش محتاجين ان هم يقيسوه. لا، اللي ضغطه عالي يعني اللي هو على ميديكيشنز وضغطه عالي وبيراقب الضغط بتاعه يعني في اليوم، يبقى المفروض يقيسه كم مره؟ يعني مره في اليوم از انف. بس كده؟ yeah. في وقت معين مثلا قبل الاكل بعد الاكل ولا ما يعني ممكن الصبح احسن؟ يا قبل الاكل. yes. قبل الاكل. طيب موضوع السكر، طبعا الناس كتير عندها سكر وعامله مشاكل كتير قوي قوي للناس يعني، فقول لنا لو سمحت اسباب السكر في الجسم. هو سبب السكر ان هو في نقص في الانسولين، وفي ثلاث انواع من السكر، تايب 1 تايب 2 والجستيشنال دايبيتس اللي هو سكر الحمل. طيب وان اللي هو نوع من الاوتو اميون اللي هي خلايا الجسم، الدفاع الجسم بتبتدي تهاجم البنكرياس، خلايا البنكرياس وبتقتلق، بيبقى ما فيش تقريبا برودكشن للانسولين في الجسم. طيب 2 اللي هو في الاول بيبقى في ريزيستنس للانسولين عشان يدخل السكر في الخلايا، فبيبقى في الجسم بيعمل انسولين كتير بس بعد شويه بتبتدي الانسولين يقل. الجستيشنال دايابيتس ده بيكون الواحده حامل وما عندهاش سكر قبل كده، لما حملت حصل لها سكر، جالها السكر لان ما بقاش البنكرياس قادر انه يعمل انسولين للام وللطفل مع بعض. طب ال 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 السكر، ناخد فاصل؟ طيب أعزائي المشاهدين هناخد فاصل سريع وهنرجع نكمل موضوع السكر، فابقوا معنا. أنتم نور العالم. لوجوس تي في
نرجو من الأحباء المشاهدين تعليض الخدمة بجزء من عشوركم الشهرية حتى نواصل تقديم برامجنا دون توقف. أعزائي المشاهدين، رجعنا مرة تانية. البرنامج مش لوحدك، والنهاردة بنتكلم على خطورة الضغط العالي والسكر والكوليسترول وطبعا السمنة الجامدة في الجسم. كنا قبل ما ناخد بريك كنا بنتكلم طبعا على خطورة زيادة السكر في الجسم. ناخد الأستاذ معلش مين معانا؟ الأستاذ عادل. مساء الخير يا أستاذ عادل. أهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا حللت طلع عندي الكوليسترول 306، فمش عارف ياخذوا له علاج او مثلا رياضه بس او الباد كوليسترول. لا، الباد كوليسترول كام ده؟ التوتال كوليسترول. لا، مش ممكن يكون الباد كوليسترول ده، لازم التوتال كوليسترول. الباد كوليسترول كام؟ هو الدكتور قال لي 306 وقال لي لازم تعمل رياضه ومش عارف زي كده، قال لي هو النورمال 150. ده يبقى بيكلمك على توتال كوليسترول. ده توتال. الباد كوليسترول تعرف كام؟ ما اعرفش، هو لما قال لي كده. لا بس هو 360 عالي. anyway 360 ده لازم تعمل دايت واكسرسايز. لا 306 برضه عالي، المفروض يكون اقل من 200. ف 306 عالي. هو قال لي المفروض يكون 150. ما انا مش عارف هو بيتكلم على انه واحد، بس هو الكوليسترول توتال المفروض يكون اقل من 200. فهو anyway 306 عالي، مش هينزل. الدايت والاكسرسايز هيساعده بس مش هينزلوه انف، لازم تاخد دواء معاه. انا قلت له اكتب لي علاج وبتاع، قال لي لا ممكن الاكسرسايز ممكن. لا الدايت والاكسرسايز they will help، هيساعده. بس لوحدهم مش كفايه، لان الكوليسترول عالي قوي، لازم تاخد دواء معاه. خلاص ماشي، الف شكرا لحضرتك يا فندم. طيب السكر بقى، مشاكل السكر ايه في الجسم؟ الاول نقول سبب اسبابه، الوراثه او اهم حاجه، بعد كده اللاك اوف اكسرسايز اللي هو ما فيش اكسرسايز، الواحد ما بياخدش باله من الاكل، والسموك كمان ممكن يزوده، سموكينج الواحد ما بيدخن، والسمنه. ايه بقى السؤال بعد كده؟ الاكل، يعني الاكل بيزود السكر. هي السيم دايت لكل الحاجات دي، الكوليسترول والسكر والضغط والسمنه، هي السيم دايت، يقلل من النشويات والحلويات والدهون، دي اهم حاجه. يعني يركز اكتر، معلش نقولها تاني، يركز اكتر على مثلا الفراخ، مثلا الفراخ والديك الرومي، الاسماك السلطه والخضار والاكسرسايز. اكسرسايز قد ايه في اليوم؟ يعني الواحد مش عارف، يعني مثلا نص ساعة مثلا. نص ساعة خمس ايام في الاسبوع. نص ساعة خمس ايام في الاسبوع. كل يوم. طيب خطورة السكر على الجسم بقى. اول حاجة بيعمل التهاب في الشبكية واعصاب العين. فلو في سكر عالي لمدة طويلة ممكن يصيب الواحد بالعمى. بعد كده ممكن يزود الهارت اتاك، الستروك، الفشل الكلوي، بشوفها كتير عند اللي عندهم دايابيتس، اللي عندهم سكر بيجي لهم فشل كلوي. التهاب الاعصاب في الرجلين، ممكن الواحد يبقى مش حاسس برجله او فيها التنميل. دي بيحس انها بتبتدي في الرجل في الصوابع وتطلع على فوق. بتنزل، ممكن تنزل بالادويه بس لازم السكر يبقى اندر كنترول الاول. ممكن يحصل قروح في الرجلين. ممكن الجروح ما تلحمش. ممكن يحصل انفكشن في الجلد، في اي حته في الجسم. طب هل السكر زياده مثلا بيبقى ليه اعراض؟
ولا الواحد بيفاجئ كده مثلا بيعمل بلاد تيست يقول لك لا ده السكر عالي؟ غالبا بيبقى فيه بيكون الواحد بيحس انه دايما عطشان عايز يشرب كتير، بيروح الحمام كتير، بيحس انه تايرد، ممكن ما العين يبقى فيه بليرد فيجن ما بيشوفش كويس، مزغلل يعني العين مزغلله كده. ممكن يخس، دي اعراض السكر. وتايب 1 دايما بيبقى اخطر من تايب 2. اشمعنى؟ لان ما بيبقاش فيه انسولين خالص، الجسم ما بيعملش انسولين. وبيجي للاطفال يعني بيبتدي في سن الطفوله، بيبتدي في سن بدري عن التايب 2. تايب 2 غالبا بيجي للناس فوق ال 35 سنه. يعني تايب 1 بيجي موصلي للاطفال؟ موصلي للاطفال بس ممكن يجي للكبار. وتايب 2 بيجي للكبار بس ممكن يجي للاطفال. وبعدين التايب الثالث اللي هو الدايبيتس بتاع الحمل، اللي هي واحده ما كانش عندها قبل كده وجالها في الحمل، ممكن يروح بعد الحمل وممكن ما يروحش، ممكن يستمر. يعني الحمل هي ممكن بقاش كان عندهاش هيستوري خالص سكر، وما تحمل يجي لها السكر وما عشان كده اي واحده حامل لازم نحلل لها السكر. وبعد كده ما يروحش، يعني ممكن يروح وممكن ما يروحش. وفي ساعات يروح ساعات ما يروحش. طب الحمل السكر ده وهي حامل ما بيأثرش على الجنين؟ ممكن يأثر، بس هي المفروض انها بتاخد دواء، بتاخد انسولين. هو في ناس بيقولوا بتاخد انسولين بس، في ناس بيقولوا ممكن تاخد الادويه اللي بالبوق. وهي حامل تاخد انسولين؟ لازم تاخد انسولين، الانسولين ما بيعديش البلاسينتا، مش عادي للطفل. لو اتساب من غير علاج ممكن الطفل يبقى حجمه كبير، لما يجي ينزل وهي بتولد ممكن ما ينزلش. فغالبا بنعمل لها اندكشن للولاده عند 37 اسبوع. يعني بننزله بدري شويه علشان لو قعد مده طويله بيكبر البيبي. واو. طيب والسكر بقى اللي بيجي عند الكبار او يعني في السن الكبير يعني ده بيبقى غالبا مش خطر زي تايب 1، بس طبعا كله بيعتمد على البيشنت، هل هو بياخد الدواء، هل بيعمل اكسرسايز، هل بيتبع الدايت. لو واحد ماشي على الدواء وبيعمل الدايت والاكسرسايز ممكن يعيش حياه عاديه وممكن يعيش 80 90 سنه. لو واحد ما بيمشي على كيفه، ما بياخدش الدواء، ما بيعملش الحاجات دي، مش ما بيمشيش على الدايت، ده هيبقى فيه بروبلمز عنده. طيب خطوره يعني معظم الناس اللي عندهم سكر بيحبوا السكريات جدا، يعني بتبقى حاجه ما دي بقى لازم يمانج خطورتها. ايه بقى على الجسم دي؟ ما السكر مش هيبقى اندر كنترول، السكر هيكيب جيتنج اب، لازم يقلل النشويات والسكريات والدهون. لان لو ما قللش السكر مش هيبقى اندر كنترول، هيجي له كل الحاجات اللي قلناها، ممكن يجي له الضعف في النظر، ممكن توصل للعمى، هارت اتاك، ستروك، كيدني فيلير، التهاب الاعصاب، القروح اللي في الرجل اللي ما بتخفش، انفكشن في الجلد. طب يعني الواحد ممكن يقعد بسكر مثلا عالي قد ايه لحد ما يبتدي يخش بقى في المشاكل الجامده دي بقى؟ يعني بكل واحد سنين كل واحد ولا بقى فتره صغيره؟ لا هي غالبا سنين، لان هو من اول ما بيجي له السكر لحد ما بيبقى دياجنوست يوجوالي بتاخد 7 سنين. واو. على ما بيبتدي تبان الاعراض ويروح للدكتور ويحلل بتاخد 7 سنين. بس ديبينز على هو هاي، يعني لو واحد مثلا عنده السكر حاجه بسيطه مش زي واحد عنده السكر عالي قوي. لو واحد عنده السكر 400 مش زي لو واحد عنده السكر مثلا 140. اي سي. يعني علاج السكر بيسكلي الدايت والاكسرسايز والادويه. اهم حاجه فيرست ستيب الدايت والاكسرسايز في اي مرض من الامراض دي. طيب اي حاجه تانية تحب تقولها على خطوره السكر يعني ولا هو السكر ازاي بنشخصه؟ في اي وقت لو السكر لقيناه اكتر من 200 ده يبقى عنده سكر، لان هو المفروض في الصايم يبقى اقل من 100 او اقل. ايوه. لما الواحد ياكل المفروض ما يزيدش عن 140، لو لقيناه اكتر من 200 يبقى الواحد عنده سكر. الهيموجلوبين A1C ده مهم جدا في تحليل السكر، ده اللي هو اسمه مخزون السكر، اللي بيبين الكنترول بتاع السكر over the last 3 months. ده نورمال اللي هو العادي ان يكون اقل من 5.8، من 5.8
less than 6.5 ده pre-diabetic. 6.5 and up ده يبقى diabetic. يعني ايه pre-diabetic؟ يعني حاجة على البوردر لاين كده. يعني عنده استعداد. عنده استعداد ان هو يجيله سكر. ممكن ده لو مشي على الدايت والاكسرسايز يقلل احتمال ان السكر، يعني يؤجل ظهور السكر عنده. طب في حاجة بالنسبة للسكر، في ناس دلوقتي بتاخد دوايين الميتفورمين اللي حضرتك قلته من شوية، وده بيبقى يعني ما فيهوش مشاكل كتير. في الدواء التاني وفي بيعمل مشاكل كتير. في ناس السكر بينزل عندهم مرة واحدة وممكن يخشوا في كوما. فدلوقتي يعني أدوية السكر كمان بتتعب، يعني ممكن في دواء اسمه ميتفورمين، ده الدواء البريفيرد عندي، وده الدواء اللي أنا بحبه بكتبه لكل العينين لأنه رخيص، ما بينزلش السكر أوي، ساعات بينزله بس مش أوي. بيقلل المقاومة بتاعة الخلايا للإنسولين عشان يدخل السكر جوه الخلايا. ما بيخسس، ممكن يخسس شوية حوالي 6 باوند. This are the main advantage of metformin. في الأدوية التانية بقى اللي هي السلفونيليوريا، اللي هي زي الجليبيزايد والجليمبرايد والأماريل، دول بيشتغلوا بالعكس، بيعكسوا المتفورمين، بيزودوا الوزن، بيزودوا الريزيستنس للإنسولين عشان يدخل السكر في الخلايا، ممكن ينزلوا السكر خالص، فالواحد ممكن يحس إنه دايخ ويبتدي يعرق. فأي دونت لايك السلفونيليوريا دولز، ما يعني بكتبهمش إلا لو المتفورمين كونترا انديكيتد، يعني ممنوع إنه الواحد ياخده. لو عنده سيفير كيدني ديزيز، لو الكيدني تعبانه قوي، مش تعبانه حاجه بسيطه، يعني لو تعبانه حاجه بسيطه بنكمل الميتفورمين. لو الكيدني الكليه تعبانه قوي ما بندلوش ميتفورمين. لو جاله سايد افكتس منها، يعني لو جاله مثلا اسهال، واحد بيقول لي كل ما اخدها بيجي لي اسهال، او بيقول لي كل ما باخدها باخد الميتفورمين بيوجع لي بطني، فبحاول اغير الفورمه بتاعه الميتفورمين. بس لو فضلت لازم اشوف حاجه تانية، بدي له مثلا في حاجه تانية، دواء تاني اسمه جارديانس. اتس مور اكسبنسيف، ماتش مور اكسبنسيف. يعني الميتفورمين مثلا بتاع ال100 حبايه يمكن ب5 دولار، الجارديانس ده بتاع 400 500 دولار في الشهر. ميزته ان هو ما ممكن يقلل الوزن شويه، ما بيعملش ما بيوطيش السكر قوي، بيقلل الهيموجلوبين A1C، فا اتس جود ميديكيشن بس ليتل بيت اكسبنسيف. بعد كده لو واحد عنده الهيموجلوبين A1C 9 أو أوفر، ده بستعمل إنسولين معاه. ده بياخد ميتفورمين الماكسيمم دوز، ومش ستيل الميتفورمين الهيموجلوبين A1C أبوف 9 لازم أديله إنسولين. طيب في إيمي بتقول إيه أحسن علاج لالتهاب الأعصاب وحرقة القدمين؟ يزار بيقولها دي عندها سكر. دي عندها سكر؟ لازم اهم حاجه ان السكر يبقى اندر كنترول، لازم السكر يبقى تحت التحكم. لان هو اساسا ابتدى عشان السكر عالي. لما السكر بيبقى عالي بتبتدي التهاب الصوابع وتطلع على فوق، زي ما يكون واحد بيلبس شراب. لما السكر بيبقى اندر كنترول بتنزل، بتبتدي تنزل كأن واحد بيقلع شراب. دي بتاخد وقت، بتاخد لها من 6 شهور لسنتين علشان يروح. في ادوات زي النيورونتون او الجابابنتين، ده بيساعد فيه. طيب بس اهم حاجه ان السكر ينزل، ما لو السكر ما نزلش مش ما فيش حاجه تجيب نتيجه. طب اي ثينك ان هي بتقول فوق برضو بتقول انا باخد علاج السكر جانومايت، ما اعرفش بالكتابه بالعربي، هل ينفع اخد معاه ميتفورمين لان وزني 104 كيلو وطولي 162؟ ما اعرفش الجانوميت ده اللي هو ايه، جانوميت ما اعرفش يمكن ما اعرفش دواء من مصر، انا مش عارف ده اللي هي كاتبه. هل ده كومبينيشن بتاع ميتفورمين مع حاجه تانية؟ مش عارف، احتمال. طيب ميت حاجه ميت يعني ميتفورمين، ما هي بتقول هل تقدر تاخد ميتفورمين معاه؟ هو ده ميتفورمين، لا معاه حاجه تانية، ما اعرفش ده هل هو معاه جليبيزايد بلس ميتفورمين. في ادويه كده دوائين مع بعض، اي دوايين مع بعض، هو دواء واحد يعني بس بيبقوا مع بعض في نفس الحبايه. نفس الحبايه، انا ما اعرفش الدوز بتاعته ايه. احسن دواء للسكر انها تاخد ميتفورمين الماكسان دوز، يا اما
1000 ملي جرام توايس ا داي او 850 ثلاث مرات في اليوم. طيب نانو بتقول عندي الضغط عالي بقالي شهر 180 على 110 وباخد الاستيرول لسينوبريل لسينوبريل هاو ماني ملي جرامز 40 ملي جرام زياده عالي قوي كل يوم مع انولول انولول معرفش الانولول 25 انالابريل ايه انالابريل معرفش انولول ده اللي هي كاتباه 25 كل يوم واجمالي اعراض ازمه قلبيه لكن الحمد لله ما حصلش حاجه معرفش اجمالي بقى يمكن قصدها جالي اعراض ازمه قلبيه لكن الحمد لله ما حصلش حاجه بس المشكله الضغط لسه عالي والدكتور عايزاني اروح لها العياده وانا خايفه اروح لاحسن عشان العدوى طبعا خايفه عشان الكورونا لا لازم تروح لها لان كده عالي قوي وخطر ان يفضل عالي ممكن يجي لها هارت اتاك او ستروك لازم تروح طب دلوقتي في ناس زي دي انا برضو عايزه اتكلم عن النقطه دي يعني في دلوقتي ناس كتيره خايفة تروح العيادة الدكتور أو خايفة تروح المستشفى لو في مشكلة عندها عشان ما يجيلهمش طبعا احنا الكورونا فيروس بناخد بريكوشنز بناخد اور بريكوشنز في العيادة عشان ما حدش يجيله يعني في ديستانس السوشيال ديستانسينج 6 فيت بتوين افري وان ذا اذر 25% من الكاباسيتي بتاعت العيادة بيبقى ما فيش أكتر من أربع خمس عيانين ات ذا سيم تايم فبناخد البريكوشنز بتاعتنا فبس هي في حالتها لازم تروح ما تقدرش تستنى لأن الضغط عالي لازم تروح هي ما تستناش لازم تروح لازم تغير لها الدواء الليزينوبريل 40 ملي جرام از تو ماتش تو هاي انا اقصى جرعه بديها 20 ملي جرام فلازم تروح تشوف محتاجه دواء ثالث هل هي محتاجه مدر للبول معاهم محتاجه ما اعرفش وزنها ايه ممكن تحتاج انها تبقى على دايت واكسرسايز طيب بالنسبه للكوليسترول بقى في ناس كتيرة برضو عندها كوليسترول عالي وممكن كمان برضو وراثة ما بينزلش يعني هي طبيعتهم عالي يعني كلمنا طبعا ايه هو الكوليسترول الكوليسترول هو دم فات في الدم دهن في الدم بيترصف في الشرايين دهن في الدم يعني دم السمنة يعني الواحد مثلا ده سمنة ولا ده ملوش دعوة بالسمنة ده حاجة بالسمنة طبعا لها علاقة بيه اي يعني حد لازم اول حاجة فيه وراثة تاني حاجة السمنة عدم الواحد مش على دايت عايش حياه خامله ما بيعملش اكسرسايز الديبندز بقى على هو هاي لو مش عالي قوي لو عالي حاجه بسيطه بيبقى الدايت والاكسرسايز انف لو عالي قوي بيبقى دايت واكسرسايز بلس ميديكيشنز بس في ناس بتبقى رفيعه قوي ودي طبيعتهم ان الكوليسترول عالي مهما الوراثة. عملوا الوراثه بتتدخل هنا في ناس عندهم 400 عندهم الكوليسترول 400 المفروض يكون ما يزيدش عن 200 فممكن الوراثه بتتدخل فيها دي ما نقدرش نتحكم فيها ما نقدرش نقول له غير الوراثه بتاعتك بس اللي ممكن نتحكم فيه الاكل والاكسرسايز وده كافي ان هو ينزل على حسب هاو هاي يعني مثلا واحد الكوليسترول بتاعه 220 اقول له اعمل دايت واكسرسايز واحد الكوليسترول بتاعه 270 اقول له لا اعمل دايت واكسرسايز وداوم على حسب هاو هاي طيب معانا ابن الرب مساء الخير يا فندم ابن الرب ايوه مساء الخير أيوة. مساء الخير يا فندم مساء النور ممكن اسال الدكتور بس سؤال اتفضل يا فندم هو سامع حضرتك اتفضل قولي له انا بنتي 3 سنين وجالها السكر وعايز اعرف ايه السبب يعني انه جالها في السن ده ده غالبا تايب 1 ده حاجه يعني السكر ده لازم نروح لاخصائي اندوكرينولوجي ايوه شخصوها تايب 1 ما هي تايب 1 غالبا تايب 1 لان ده النوع الخطير منه غالبا ده بيكون مناعه الجسم اللي هي الخلايا اللي بتدافع عن الجسم ضد الامراض بتبتدي تقول ان البنكرياس ده جسم غريب وتبتدي تهاجمه ما نعرفش ليه فبتقتل الخلايا اللي بتعمل انسولين فمبقاش فيه انسولين فغالبا بتحتاج انسولين بس لازم ده يبقى تاخد انسولين لازم ده يبقى تحت اشراف الدكتور متخصص اسمه اندوكرينولوجيست هي بتاخد نوعين من الانسولين في واحد لونج اكتنج وواحد شورت اكتنج طب مش ممكن يروح ده يا دكتور
للاسف مش هيروح لان الجسم هاجم الخلايا اللي بتعمل الانسولين، فما فيش انسولين في الجسم، ما فيش، الجسم ما بيعملش انسولين، فلازم تاخد انسولين من بره. لا هم قالوا لنا بيفرز البنكرياس كميه بس مش كافيه يعني. يعني ممكن كميه بسيطه قوي وممكن بعد شويه حتى يبطل يفرز خالص. فهي يعني لازم تفضل تاخد الانسولين من بره. طب في خطر عليها يا دكتور في لو ما خدتش الانسولين. لازم تاخد الانسولين. لا هي بتاخده بانتظام يعني. لازم تاخده بانتظام ولازم تتشيك السكر بتاعها تشوفه اخباره ايه كل يوم. على الاقل 3 مرات في اليوم. هو تحت ال 200 دايما بيبقى تحت ال 200 يعني. يعني تحت ال 200 عالي شويه. لا 100 وحاجه 130 120 زي كده. 130 120 كويس. بس ساعات لو تأخرنا ممكن ينزل تحت ال 70. لا تحت ال 70 ده يبقى تو دينجرس. لازم تروح للدكتور بتاعها يعني زيارات كل اسبوع كل اسبوعين لحد ما يظبط لها الانسولين اللي بتاخده. طيب هل اكل لازم في اكل معين ليها؟ طبعا لازم الدايت والاكسرسايز اللي قلنا عليهم. مش هتعمل اكسرسايز انها 3 سنين بس لازم يحاسبوا في الاكل. طب ايه المفروض مثلا تتمنع عنه مثلا ما تاكلوش؟ النشويات، الحلويات، الدهون تقلل منها، تاكل صدور الفراخ، الصدور التركي، السمك، السلطة، الخضار. 3 سنين صعب يعني. لا ازاي ما تاكلش حلويات بس that's how can she, يعني that's how she can survive. Otherwise she can have problems. يعني كان عندي طفل زي كده كان بتاع 17 سنة كان لما يمشي على الدايت وياخد الدواء كان السكر بتاعه يبقى مثلا 80-90 لما ما ياخدش الدواء وياكل على كيفه كان بيوصل 800. بعته مره للمستشفى لان 800 ده خطر هيدخل في كوم. ربنا معاك يا فندم و معك. ربنا معاك يا ربنا معاك. ماشي شكرا يا فندم. ثانك يو. شكرا يا فندم. طيب نكمل على الكوليسترول بقى. احنا بنقول برضه اللي بينزل الكوليسترول اللي هو الاكل طبعا الصحي اهم حاجه. دي اهم حاجه الاول. وبعد كده لو مش انف بقى ميديكيشن على حسب الحاله. في ادويه على حسب الحاله، مثلا ممكن ابتدي ب 10 ملي جرام 20 40 على حسب هاو هاي. طيب في حاله الكوليسترول ما بينزلش اخذ ادويه وعمل اكسرسايز ودايت وكله بس الكوليسترول في ادويه جديده حقن ما بينزلش. في ادويه جديده حقن بتتاخد بتنزله. يعني هينزل هينزل. كان زمان مثلا من 30 سنه ما كانش الادويه دي موجوده، ما كانش في حاجه اسمها ستاتين. دول اهم حاجه في علاج الكوليسترول اللي هو الليبيتور، الكريستور، اللازوكور. الحاجات دي اكتر حاجه بتنزله. لو لسه عالي بعد الحاجات دي في حقن بياخدها بس غاليه شويه. حوالي 4000 دولار في الشهر. 4000 في الشهر. Yeah. طب الانشورنس يعني ما بيغطيهاش؟ الانشورنس معظم الانشورنس بيغطيها. yeah. معظم الانشورنس بيغطيها. بس يعني لازم نكتب نقول لهم ليه بنديها، لان الكوليسترول عالي وما بينزلش مش قادرين ننزله. فلازم الحقن دي عشان تنزل. طب الكوليسترول ده بيجي للاطفال ولا للكبار في السن او سن معين او ستات والرجاله مثلا في فرق بينهم؟ يعني بيجي لمين وفي سن كام؟ هو بيبقى وراثه. على حسب العيله شكلها ايه ممكن يجي في اي سن لاي حد. المهم ان احنا نكيب دايما التوتال كوليسترول اقل من 200 والباد كوليسترول اقل من 100. لو حد عنده سكر او هارت بروبلمز او حاجه المفروض يبقى التوتال كوليسترول اقل من 160 والباد كوليسترول اقل من 70. دي مهم. طيب انجيل بتقول عندي ضغط وسكر تقريبا مظبوطين، باطن قدم رجلي دائما فيهم سخونه ووجع، انا عندي مشكله فقرات ظهر لو سمحت ايه الحل؟ يعني دي لازم نشوف ايه اللي عندها. ممكن يكون سايتيكا، ممكن يكون في حاجه في الظهر، ضغط على عصب الرجل هي اللي بتعمل كده. بس مش سكر يعني مثلا. ممكن السكر، ما انا ما اعرفش سكر جاز مظبوط دلوقتي بس ما كانش مظبوط قبل كده. مظبوط جاز اتظبط دلوقتي بس قبل كده كان عالي
فاحتمال عمل التهاب في الاعصاب. لا يعني السكر لما يكون عالي وما تظبطش ممكن ياثر على يعمل التهابات، يعمل التهاب وبعدين الالتهاب ما بيروحش على طول. مش هي لو هي عندها سكر عالي بقاله سنين وجت ظبطته دلوقتي، مش هينزل دلوقتي، مش هينزل الالتهاب دلوقتي، هياخد من 6 شهور لـ2 سنين. بيعمل التهابات ايه في الجسم بقى يعني؟ التهاب في الاعصاب، في الاعصاب عصب الرجل، فده اللي بيعمل سخونه وممكن يعمل تلميل وخدلان في الرجل. طب هي مثلا لو زودت دواء السكر مثلا هي بتقول ممكن انه مظبوط دلوقتي، فمش محتاجه تاخد اي زياده يكون في الادويه، ممكن يكون حاجه في الظهر، ضغط على عصب الساتيك نيرف، ممكن يكون هو بيعمل لها كده. ممكن تعمل اشعه على ظهرها تشوف شكلها ايه، او ام ار اي، او ممكن يكون في حاجه في الشرايين الرجل، ممكن تعمل الترا ساوند على شرايين الرجل. طيب فيبي بتقول بقيس السكر بيكون احيانا 93، باخد الحبايه الصبح وبالليل، واسم الدواء ميتفورمين 500 ميلي جرام، وبعد الاكل بيكون 170. هل لما يكون السكر واطي اخد الحبايه قبل الاكل؟ الواطي اللي هو كام؟ مش قايله. يعني المفروض تاخد الدواء وتاكل، يعني تاخده قبل الاكل وتاكل. قبل الاكل؟ قبل الاكل يعني بحوالي ربع ساعه نص ساعه. طب ولو ما طب ولو في ناس بس بطنها بتوجعها، في ناس معدتها حساسه أيوة بتقدر تاخد؟ في ناس قليلين، بس معظم الناس ما فيش بروبلم. الميتفورمين از فيري جود ميديكيشن، اكسلنت ميديكيشن. غالبا ما بيكونش في بروبلمز معاه. وبعدين 500 ده جرعه صغيره، يعني بتاخد 500 مرتين في اليوم، ده يعني السكر بتاعها مش عالي قوي. ولازم تعمل دايت واكسرسايز، دي مهمه في اي علاج اي مرض من اللي احنا قلناهم. الدايت والاكسرسايز دول اسينشال، مهمين جدا، حيويين. طيب استاذ مكرم بيقول انا باخد نوعين دواء، جينيفا و جارديانز از جود جينيفيا. هل النوعين دول دواء بيتخنوا مع بعض؟ جارديانز ما بيتخنش، جينوفيا مايت يدخن، يعني احتمال يتخن. طب هو متفورمين ما بياخدش متفورمين ليه؟ مش عارفه ده اللي كاتبه. انت قلت المتفورمين ممكن يخسس. يس. طب ده حاجه كويسه. وجارديانز ممكن يخسس برضه بس اقل من المتفورمين. هو غالبا عنده انشورنس، ان الادويه دي مش كفر بقى الميديكال، هي هاز جود انشورنس، لان دول ادويه غاليين. ما اعرفش يعني، لازم اعرف الحاله كلها. ممكن وبعدين حتى لو بيتخنوا لازم دايت واكسرسايز، لازم ايفري بادي عنده دايابيتس او هاي بلد بريشر او سمنه او الكوليسترول، لازم يبقى عند على الدايت واكسرسايز. طيب استاذ كامل بيقول انا عندي سكر باخد انسولين صباحا ومساء، باخد اميرال 3 ملي جرام صباحا ومساء، وباخد الظهر الساعه 4 متفورمين والسكر عالي، وبالليل قبل النوم بيبقى السكر اقل من 160 او 180، الصبح بلاقيه عالي فوق ال 240، اعمل ايه وعندي ضغط؟ اوكي، اول حاجه الاماريل مش مفروض يتاخد مع الانسولين. الاماريل ده اللي هو من عيلة الجلوبيزايد، هينزل ممكن ينزل السكر خالص. العلاج انه اميرال، هو بيقول اميرال اماريل يعني. هو اميرال اوكي. المفروض ياخد متفورمين 1000 ملي جرام توايس ا داي، ويظبط الجرعه بتاعت الانسولين. جهاز ما بياخدش انف انسولين، جهاز ما بياخدش انف انسولين ات نايت. لو الجرعه بتاعت الصبح، لو السكر الصبح اعلى من بالليل، يبقى عايز يزود الجرعه بتاعت الانسولين بالليل. طب يعني يروح لدكتور احسن ويظبط له الموضوع ده؟ الدكتور اللي مديله الادويه دي لازم يشوف فيها ايه ويظبطها. يعني ما ينفعش اخد الاميرال مع الميتفورمين. انا ما بديش اي الاميرال ده ولا الادويه ولا العيله بتاعته خالص. ليه ما ينفعش ياخد الاثنين مع بعض يعني؟ لانه ممكن ينزلوا السكر خالص. وبعدين الانسولين بيتخن شويه، وعيلة الجلوبيزايد بالاماريل بدول كلهم بيتخنوا. فما ياخدوا مع بعض هيتخنوا زياده. لما ياخد متفورمين على الانسولين غالبا هيعادلوا الايفكت بتاع بعض، فمش هيتخن قوي. إيه
انا مش عارف في حد ارميه بيقول مساء الخير، محتاج حاجه تساعدني في مرض رينود ما شو كاتبه بالعربي، عارف ايه رينود ده؟ في حاجه مرض يا بيتبقى هو بيجي غالبا يعني اكتر للستات، ايه هو المرض؟ الشرايين بتضيق. اسمه ايه اصلا عشان انا مش رينودز رينود اسمه رينود ايه المرض ده؟ الشرايين بتاعه الايدين والرجلين بتضيق، فممكن يحس بايديه، ممكن الايدين بتسقع قوي خصوصا في الشتاء، ممكن الايدين بتبيض او تحمر ابو الايدين والرجلين. ما فيش علاج لها غير انه يحاول يدفيها، وممكن ياخد كالسيوم شانل بلوكرز اللي هو زي النورفاسك او الحاجات دي. ده يساعد ان الايدين يعني تبقى يس، بس اهم حاجه يدفيهم يعني يلبس جوانتي ما يخليش رجله تبرد، غالبا هي بتبقى ورث في الشتاء لان بيبرد اكتر في الشتاء. لكن مفيش حاجه تقدر يعملها مثلا اكل معين يساعده يدفيه؟ مفيش اكل معين، بس يكيب ات وورم ويحاول ياخد كالسيوم شانل بلوكر. طيب هرجع تاني للكوليسترول دلوقتي. انت قلت حضرتك اللي ممكن يجي في اي وقت وفي اي سن الكوليسترول. طيب العلاج بتاعه بقى اوطيه طبعا بسايز الاكسرسايز والدايت والاكسرسايز، وفي ادويه اللي هم الاستاتين دول احسن حاجه، اللي هو الليبيتور والكريستور والزوكور، على حسب هاو هاي بشوف الجرعه، 10 ملي جرام 20 40. لو الحاجات دي ما جابتش نتيجه في ادويه حقن طالع يعني جديده بقى لها كام سنه. هي دي اللي بقى بتنزل قلت عليها بتنزل الكوليسترول جامد، يعني لو مش عايز لو ريزيستنت مش عايز ينزل يعني بيسيكلي. في اي حاجه تانية تحب نضيفها استاذ دكتور نبيل عشان احنا جينا نهايه الحلقه؟ تقريبا احنا غطينا كل حاجة. طيب اشكرك جدا، اشكرك على المعلومات القيمة دي. انا مش عارفة في حد بيبعتوا مسجز، بس معلش في بعتوا بيقولوا انا في مصر باخد ادوية معينة، بس انا عارفة الدكتور نبيل مش هيعرف الادوية بتاعت مصر، لازم يكون ادوية هنا في امريكا، فبعتذر طبعا عشان كده ما قريتش الـ 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 السؤال. أم النور بتقول أنا شلت المرارة من سنة، وبعد الفترة دي مش عارفة أخس، وبطني باستمرار منتفخة، عايزة أخس أعمل إيه؟ هل المرارة شيل المرارة ليها أي علاقة بالسمنة أو؟ لا ملوش علاقة، هي دايت وإكسرسايز، بعدين على حسب البي إم آي بتاعها كام. لو البي إم آي تو ماتش عالي قوي ممكن تعمل الشفط، عمليات الشفط أو الجاستريك باي باس. حد بيقول قدمي فيها ألم وذهبت للطبيب شخص اني عندي شوكة زيادة في الرجل، شوكة زيادة ولازم انزل الوزن، بس مش قادرة من تعب قدمي. طبعا هي رجلها وجعاها ومش قادرة تعمل اكسرسايز عشان رجلها وجعاها. يعني اي ثينك ان هي عندها سبير اللي هو في كالسيفيكيشن في التندونز. يعني ايه بقى كالسيفيكيشن في التندونز؟ يعني في كالسيوم في التندون، المفروض التندون ما يبقاش فيها كالسيوم لانها بتبقى ده في الرجلين يعني؟ في الرجل اللي هو الانسرشن بتاع العضله في العظم. كل العضلات ماسكه في عظم. ففي حتت بتبقى جايه في العظمه بتاعت الرجل بتاعت الهيل وبيحصل فيها تكلس. فدي ممكن تعمل وجع. لو هي مش قادره تخس تروح لدكتور عظم، ممكن يديلها انجكشن هتريحها فور اتليست فيو مانس. ممكن تاخد الادويه بتاعت الروماتيزم اللي هي زي النابروسين الموترين، الحاجات دي كلها ممكن تساعدها. اوكي معلش انا هقرا اخر واحده. حد بيقول هل سمعت صح انا على متفورمين 1000 جرام مرتين الصبح وبالليل ومعاه باخد 10 جرام فيليبيزياد الصبح و15 بالليل والسكر كويس، ليش الدكتور بيقول ما بتاخده مع بعض؟ انا ما بحبش الجليبيزايد anyway. انا قلت ليه؟ لانه المتفورمين بيخسس ده بيتخن،
المتفورمين ما بينزلش يعني قليل لان نازل السكر قوي. الجليبيزايد ممكن ننزله قوي، ممكن يخلي الواحد يحس انه دايخ وبيعرق ومش يعني مش مظبوط. المتفورمين بيخسس ده بيتخن، المتفورمين بيقلل الريزيستنس للسيلز عشان تاخد الانسولين عشان يدخل جوه السيلز، الجليبيزايد بيعمل العكس. فذاتس واي اي دونت لايك الجليبيزايد فاميلي. طيب اخيرا المفروض الواحد يعمل بلاد تيست يعني لو عنده المشاكل دي، مثلا عنده ضغط او سكر او كوليسترول، المفروض الواحد يروح يعمل تشيك اب عند الدكتور كل قد ايه؟ التشيك اب العادي مفروض كل سنه. ده للشخص العادي اللي ما عندوش مشاكل. للشخص العادي اللي عنده سكر مفروض يعمل هيموجلوبين A1C كل 3 مانس. لو عنده كوليسترول عالي ممكن يتشيكت افري 3 مانس لحد ما يبقى اندر كنترول. بس ايه تاني؟ المفروض كمان يشوف فيتامين دي، لان في ناس كتير عندهم فيتامين دي ديفيشنسي، فيتامين دي عندهم قليل. اللي بياخدوا متفورمين ممكن المتفورمين يقلل فيتامين بي 12، المفروض يقلل بي؟ يقلل بي 12. المفروض نشوف فيتامين بي 12 عندهم كام. اي سي. شكرا دكتور نبيل. ميرسي خالص على المعلومات القيمه دي، وان شاء الله نبقى نشوفك معانا مره ثانيه برنامج مش لوحدك. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. أعزائي المشاهدين جينا نهاية الحلقة، والحلقة إن شاء الله هتتعرض بكرة تاني يوم الجمعة الساعة 10 باسيفيك تايم. وطبعا زي ما سمعنا النهاردة إن أهم حاجة في الدنيا دي عشان ننزل الأمراض دي كلها الإكسرسايز، والواحد يخس. طبعا أنا عارفة كلنا قاعدين في البيت دلوقتي وكلنا طبعا من زهقنا بقول بناكل في روحنا وبناكل في الاكل، ويعني مطلعين غلنا في الاكل، فاقول انت مش لوحدك. كلنا تخنا في الايام اللي احنا فيها دي بس. وطبعا ال- 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 السمنه بتعمل ستريس وبتخلي الواحد نفسيته وحشه، فاقول اتس فيشس سايكل احنا فيها. بس هقول يا رب يعدي الايام دي على خير، ومهم ربنا يحافظ عليكم. حاولوا انك تمشوا الصبح. انا ابتديت حتى امشي الصبح دلوقتي شويه، يعني ايه الواحد ابتدى الاسترس بتاعه يعني احسن شويه. فاهم حاجه تمشي الصبح، مش قادر تمشي، مش قادر تخرج من البيت وانت على الكرسي، اعمل حرك ايديك، ان شاء الله حرك ايديك، حرك رجليك. انا عارف في ناس كتيره ما بتقدرش تتحرك كتير، حركتها قليله، بس اعمل حركة بسيطة تنشط بيها الدورة الدموية. طبعا خلوا بالكم الأكل، كلوا تشيكن وايت ميت كتير، خلوا مثلا مرتين في الأسبوع سمك. السمك مفيد للجسم، وطبعا مفهوش كل بقى الكوليسترول والحاجات الحلوة دي اللي احنا بنحبها. الاكسرسايز ما انا بقول نيم يمشوا يعني. الاكسرسايز بيعمل ايه للجسم؟ بيقوي القلب، بيحسن الدورة الدموية، فبيخلي دم اكتر يروح للعضلات، بيقوي العضلات، بيخلي بيقلل الهيموجلوبين A1C، بيقلل الباد كوليسترول، بيخلي الواحد ما يحسش انه تايرد. ده كل ده من الاكسرسايز. من الاكسرسايز. طب ادينا سمعنا فايده الاكسرسايز. اهم حاجه بس نتحرك شويه والنفسيه تبقى مرتاحه. ونصلي. انا مش عارفه ازاي النفسيه تبقى مرتاحه في اللي احنا فيه ده دلوقتي، بس اقول ربنا يحافظ عليكم يا رب ويحافظ على اولادكم. ونصلي كلنا ان احنا يعني الايام الصعبه دي بقى تروح ونرجع للايام اللي فاتت اللي كنا بنتذمر عليها وزعلانين منها، ودلوقتي تقول يا ريت بس يوم واحد يرجع من الايام اللي كنا بنتذمر عليها دي. ربنا معاكم ونشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دايما.